بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بفيديو رقم 2 of section 2. section 2 عنوانها analytics and big data، التحليلات والبيانات الضخمة، طبعا تتبع لليونت 16 اللي هي system development and data analytics، تطوير الأنظمة systems development، تطوير الأنظمة and data analytics تحليلات البيانات. عنوان الفيديو data analytics DA، طبعا معناته في عندنا بيانات يجب أن تحلل من أجل اتخاذ قرار مناسب للشركة، للorganization، للبزنس انتيتي وطبر. طبعا حتى نقدر ندخل ب الموضوع لابد ما يفوت على الهايبر لينك، بس خليني أبدأ بالسطر الأول هذا بـA. Data analytics involve qualitative and quantitative. الكواليتيتيف معناها أمور إلى حد ما سبجكتيف، والكوانتيتيف أمور تعتبر رقمية كميات. مشان نفهم الموضوع بشكل جيد خلينا نروح على qualitative and quantitative. حدخل qualitative أول. qualitative analysis is a technique that seeks to understand behavior by using mathematical and statistical modeling, measurement and research aimed to represent to give a reality in terms of numerical value. بمعنى أنك بدك تتعامل مع الأرقام، تعمل معادلات رياضية، تعمل معادلات إحصائية، معادلات خطية، معادلات linear programming، يعني إلى حد ما هذه المعلومات أخذناها، وراح نأخذ الآن بعض المعلومات لها علاقة بمقرر الكتاب. إذا هذه اسمها qualitative، زي مثلا simple regression والmultiple regression أخذناها، أوكي. والآن يا سيد العزيز حنشوف شابتر، هيها نفس الكوانتيتيف فيها شابتر 9، اخذناها بشابتر 9. هاي شابتر 9 y equal a plus bx. شو يعني الواي اللي هي ديبندنت، متغير، هيو فاريبل، تعتمد على a تعتبر y intercept اللي هي فيكس ماونت، زائد bx اللي هي الاكس تعتبر اندبندنت فاريبل، والواي البي تعتبر سلوب of the regression اللي هي بسموها regression coefficient أو بسموها العامل المتغير. طبعا هذا كلام كثير هون، forecasting method qualitative and quantitative. احنا منركز على quantitative موضوعنا، شوف المعادلة الخطية correlation versus regression اخذناها بشابتر زي ما شفنا الآن، هيا chapter 9، اوكي. إذا هذه اسمها كوانتيتيف. شوف هون عندنا الارتباط تقريبا R تساوي 70%، مش كل النقاط جاية على خط، هنا في تشتت كامل إلى آخر، هنا R سكوير، كل هذا أخذناه، أوكي. هاي بنعود Y equal A plus BX، هاي المعادلة الخطية، هاي النقاط على الخط، هاي Y equal 4,200,000 في شابتر 9 طبعا، زائد 311.774741 ضرب اكس، اكس اللي هي العامل المتغير، وهذا العامل الذي يعتمد على بسموه ديبندنت وهذا اندبندنت. اذا هذا اسمه كوانتيتيف. هاي هذا ملتيبل، واي ايكوال اي بلس بي 1 اكس 1 زائد بي 2 اكس 2 زائد بي 3 اكس 3 زائد بي 4 اكس 4 الى اخر، يعني بمعنى هناك اكثر من متغير واحد يؤثر في النتيجه واي، اوكي. اذا نفس الاشي، هذه كلياتها افكار اخذناها بشابتر 9. هذه الكوانتيتيف، وما هي الكواليتيتيف؟ هاي الكواليتيتيف حنفتحها مشان نفهم شو معنى الكواليتيتيف. هيا كواليتيتيف يوزز سبجكتيف جادجمنت، بمعنى انه المدير عنده سنس، عنده احساس بناء على خبره معينه، بقول انه السنة القادمة راح تكون المنطقة مزدهرة بسبب فتح الحدود مع الدولة الفلانية، راح يكون تصدير للبضاعة إلى آخره، في ازدهار في اقتصاد، في ارتفاع بالبترول، إلى هذه الأمور كلها سبجكتيف إلى حد ما.
إذن subjective judgment based on non-quantification or quantifiable information. يعني ما لها علاقة بالأرقام وإنما لها علاقة بسنس معين. والمدير دائما بيجتمع برجال السياسة ويسمع أن هناك أمورا راح تحدث في المستقبل تؤدي إلى الهبوط أو تؤدي إلى الازدهار إلى آخره في الاقتصاد. إذن تحتاج إلى management expertise، خبرة للإدارة، industry cycle، الدورة تبعت البزنس، كل 10 سنين مثلا الأسعار الأراضي بتتحسن أو بتنزل وهكذا. وفي سيزنال كمان، سيزنال بمعنى المواسم، الشتاء الأوعية الصوفية بتزدهر، والصيف الأوعية الصيفية بتزدهر، والشتوية بتقل وهكذا. هنا strength of research and development and labor relations، إذا تعتمد كمان على أنه والله باخذ كوشنير وبيسألوا الكاستمرز وبيسألوا السبلايرز وبيسألوا الستيك هولدرز وبياخذوا منهم معلومات وبيصيروا يتوقعوا ماذا سيحصل في المستقبل. إذا هذه اسمها الكواليتيتيف اناليسيس. كواليتيتيف اناليسيس كونتراستس وذ كوانتيتيف، ضد، يعني لا تعتمد على الكوانتيتيف، ما لها علاقة. الكوانتيتيف في أرقام، كواليتيتيف في إيه؟ في رأي، في إحساس، في سنس عند المدير. زي ما مرة شفنا في برنامج تلفزيوني أن رجل أعمال لبناني فتح فندق في 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 المكسيك، في صحراء المكسيك، وصوروا المنطقة قبل ما يفتح الفندق وقالوا مين بده يجي لهون. بعد ما فتح الفندق كانت الناس بالمئات بالآلاف تزور ذلك تلك المنطقة وحسنها وكذا. إذا هذه اسمها كواليتيتيف. ليه؟ لأنه هذا المدير عنده سنس معين، يتنبأ، يتوقع، عنده يعني عنده اكسبيرينس. اوكي، اذا ما لهاش علاقه بالارقام. كواليتيتيف ما لها علاقه بالارقام، وانما تتنبأ باحداث راح تحصل بالمستقبل وتاثر على الارقام. which focuses on numbers found in reports such as balance sheet الى اخره. اذا هذه لا تعتمد على الكوانتيتيف التي تعتمد التي تؤخذ من البالانس شيت والانكم ستيتمنت والبيانات الرقميه وبعدين بتروح تقيس عليها وتتنبأ بالمستقبل. لا، هذه لها علاقه بالجدمنت. اوكي، طيب، اذا كواليتاتيف اند كوانتيتيف، وشفناها الشابتر 9 بيج 3348. اذا دي اي داتا اناليتكس انفولف كواليتاتيف، تحليل تبع المدير تبع المدراء بناء على الاكسبيرينس، اند كوانتيتيف اللي شفناها واي ايكوال اي بلس بي اكس من شابتر 9. اي شيء له علاقه بالاحصاء، بالماثماتكس، باللينير بروجرامينج، بالبرمجه، بكذا، بتدخل عده معايير بتطلع لك نتيجه معينه. ميثودولوجيز طرق، اند بروسيجرز واجراءات، تو ريتريف داتا اوت اوف داتا سورسز، لاسترجاع، لاستحضار البيانات من مصادرها. ريتريف داتا اوت اوف داتا سورسز اند ذن انسبكت ذا داتا، بعد ما تجيب البيانات بتفحصها. لذلك تطلع y equal a plus bx ولا y equal a plus b1 x1 b2 x2 b3 x3. يعني مثلا مبيعات السيارات تعتمد على، اذا كان في متغير واحد تعتمد على الراتب، لكن لا، مش بس الراتب، الراتب المالتيبل ريجريشن تعتمد على الراتب وتعتمد على الجمارك وتعتمد على وضع الطرق وتعتمد على النقل، وسائل النقل تبعت الدوله، وتعتمد على الوضع الاقتصادي و و و و الى اخره. اذا لا، and then inspect the data يلي هو جابوها من السورسز in accordance with predetermined requirements، بناء على متطلبات مسبقة. okay، based on data type، حسب نوعية الداتا تايب، to facilitate the decision making process، من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار في أمر معين. وتعتمد على نوع الداتا. ما هي الداتا تايب؟ الله أكبر. الداتا تايب أيها، شوفوا هون، في ترو اند فولز، بولين، كاركتر حرف، ديت دبل، فلوتنج، انتجر رقم، عدد صحيح، لونج، شورت، سترينج، فويد، هذه كلها داتا تايب. اذا الداتا تايب سبيسيفايز ذا تايب اوف فاليو اند ذا ابليكابل ماثيماتيكال. ها شوف، ذا تايب اوف فاليو، نوعيه القيمة التي يجب استحضارها ودراستها
يلي بدنا ناخذ بناء عليها قرار معين من هذه الجزئيه. On data type to facilitate the decision making، بدنا نتخذ قرار. And the applicable mathematical، وما هي الطريقه الرياضيه التي تنطبق وتحل هكذا علاقات بالداتا تايب. Relational، علائقيه بسموها، تعتمد على علاقات. And non-relational، بمعنى ان هناك علاقات، مثلا علاقات بالمثال هذا تبع شابتر 9، علاقات بين مبيعات السيارات والراتب، مستوى الراتب، هذه ريليشنال. وقد لا تكون هناك علاقة بين مبيعات السيارات وعملية ايش؟ عملية مثلا المستوى التعليمي، مثلا مستوى التعليم ملوش علاقة بمبيعة السيارات. يعني اللي بيشتغل بياخذ، اللي مستواه جامعي بياخذ سيارة، واللي مش جامعي ما بياخذش سيارة. إذا هذه نون ريليشنال. Or logical operational methodologies that can be applied without resulting in an error. أو هناك علاقات منطقية عملية تشغيلية logical بين البيانات مع بعضها البعض that can be applied without resulting in an error. أو إنه علاقات مثلا اللوجيك المنطق إنه والله علامة الطالب بالجامعة بتعتمد على ظروفه العائلية وظروفه الاقتصادية، بيشتغل ولا ما بيشتغل، إذا كان متفرغ ولا مش متفرغ، إذا كان دارس لغة إنجليزية والمناهج بالإنجليزي بتعتمد على إنه والله جاي من المدرسة مش دارس باللغة الإنجليزية، وهذه الأمور كلياتها إذا كان مقرر تبع الجامعة بالإنجليزي، أوكي؟ إذا في إشي منطق بيتحكم بهكذا موضوع. B for profit entities، الشركات اللي بتبدها تربح، or non-profit entities أو الشركات اللي هي الجمعيات الخيرية، and governmental or government agencies أو المؤسسات الحكومية اللي هي الفيدرال ستيت اند لوكال، مؤسسات حكومية الفيدرالية الأمريكية بتاعت الولاية واللوكال المحلي البلدي نفترض. Utilize DA اللي هي data analytics هيها to reach conclusion. إذا كل هذه الشركات سواء كانت ربحية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات حكومية على مستوى الفيدرالي أو الولاية أو اللوكال البلدية تستخدم الداتا أناليتكس تحليل البيانات to reach a conclusion لتصل لاستنتاج معين based on evidence يعتمد على أحداث معينة and reasoning وسببية في سببية بين بالأرقام عند دراسة تلك الأرقام to make will support the decision. شوف evidence and reasoning بمعنى أنه كلما ازدادت الرواتب كلما زادت مبيعات السيارات، هاي فيها reasoning. وهنا في evidence بمعنى الreasoning موجود، وهذا ثبت بأن الدول التي رواتبها عالية بيشتروا سيارات أكثر، هاي evidence حدث معين، أوكي؟ إذا to make will support the decision تستطيع أن تستنتج إنه فعلا كلما زادت الرواتب وازدهر الوضع الاقتصادي تزيد مبيعات السيارات، وخاصة من نوع معين مثلا، نفترض من نوع معين غالي جدا أو كذا. And formulate strong business models وتستطيع أن تستنتج أو تضع موديل للبزنس قوي جدا. شو الموديل؟ موديل انه انت كلما تعاملت مع جمهور الدخل تبعه عالي جدا فانك بالفرضيه بالموديل اكيد حتبيع سيارات اكثر، وكل ما كانت السيارات برستيجس كل ما كان يمكن المبيعات اكثر. افترض انه احنا في أمريكا أو في دولة غنية جدا إلى آخره. إذا هذه إذا بتفتح البزنس بناء على أنك بتتعامل مع مجتمع معين، مع قدرات اقتصادية معينة، مع فرضيات معينة، مع أحداث، مع إلى آخره. تفسير organization can also be used business analytics. الشركات أو المؤسسات تستطيع التحليل تستخدم تحليل البيانات to rule out يستبعد proposed strategic plans and models للخلاص والابتعاد من استراتيجية معينة بناء على البيانات. يعني حدا بده يبيع مثلا سيارات من نوع فاخر جدا، اوكي، ورايح بده يطبق البزنس هذا في منطقة فقيرة جدا، اذا هذه الفرضية يشيلها، رول اوت برا،
شو انت وين بتفكر. اوكي، propose strategic plans and models that would not be beneficial or work for the organization. اذا تستبعد الاستراتيجيه او الموديل تبع البزنس الذي لا يكون مفيدا للشركه ولا يمكن تفعيله وتشغيله بشكل مناسب للشركه، لانك انت تتعامل مع بيئه، مع بيانات، البيانات اوريدي محدده، والبيانات لها علاقه بالمنطقه، لها علاقه بالبشر، لها علاقه بالاقتصاد، لها علاقه بالضرائب، لها علاقه بالوطيبر. Management utilizes data, شوف, data analytics to evaluate operational, financial and other data. إذا الإدارة تبعت الشركة تستخدم تحليل البيانات لتقييم التشغيل، اللي هي الناحية التشغيلية، الشركة، القوائم المالية تبعت السنة، العمليات التشغيلية، النتائج المالية تبعت السنة، والفاينانشال والقوائم المالية and other data والبيانات الأخرى اللي هي لها علاقة related لها الموضوع هذا، to identify any deviation from the norm، حتى تشوف ما هو الفرق. بعد ما اشتغلنا سنة كنا حاطين هدف معين، خطة معينة، طلعت النتائج الاكشوال داتا طلعت تختلف شويه عن البادجت البلان او البادجتد. اذا ما اذا النورم كان البادجت، حاطين نورم معين بناء على بنش مارك، بناء على دراسات، بناء على سبر المعلومات الموجوده اوريدي موجوده بالسوق الى اخره، كلها تدرس. اذا هذه معناته شو؟ معناته في عندنا ديفيشن بالاكشوال داتا فروم نورم. هيا شو معناها؟ anomaly detection يعني بمعنى تتبع الشذوذ، الشذوذ بمعنى ايه؟ بمعنى الخروج عن الخطة، عن الخطة. potential risks المخاطر الكامنة في الموضوع اللي احنا بنشتغل فيه بالشركة. and opportunities فرص for enhancement or advancement. اذا ما هي الفرص التي تعزز for enhancement or advancement، التعزيز الوضع تبع الشركة، تحقيق الإنجازات تبعت الشركة، وتقدم وتطور الشركة. إذا في عندنا أمور بتعوق أو تعيق، وأمور تعزز وتشجع. أكيد بدنا نبتعد عن الذي يعيق ونقترب من إيش؟ من أو نفعل ونقترب من الأمور التي تعزز مبيعات الشركة أو تقدم الشركة أو انتشار الشركة إلى آخره. طبعا قلنا الأنومالي هي عبارة عن شو؟ عبارة عن الانحراف عن الخطة الموضوعة. ليش طلع معانا الاكتشوال بيختلف عن البادجت؟ مرت علينا هذه بشابتر 10. اوكي؟ طيب. طيب ديفاين كويشنز تأتي نتيجة داتا اناليتكس كونتين 5 ستيجز از فولوز. إذا تحليل البيانات الضخمة بدها خمس خطوات كما يلي. define questions، حط أسئلة، حدد أسئلتك. goals and objectives that the organization is trying to achieve should be identified. إذا ما هي أهدافك وما هي أهدافك قصيرة الأجل وطويلة الأجل. خلنا نشوف، دائما في عندنا loops بين الobjectives والgoals، هاي الجولز وهاي الاوبجكتيفز. الجولز ما هي؟ الجول the direction and overall destination of your company that helps you realize your vision. اذا الجولز لها علاقه بالفيجن، ماذا سنكون على مستوى 10 و15 سنه. اذا هذه هي اللونج تيرم اوبجكتيفز. هون الاوبجكتيف the exact action and steps your company must take to reach its goals. اذا ما هي التكتيكات التي من اجلها ان نريد ان نصل الى الجولز. اذا الجولز اوسع واشمل، والاوبجكتيف اهداف محدده يجب ان نحققها من اجل ان نصل. زي واحد بده يصل الى مسافه 200 كيلو سفر، لابد ما يمر في كل المناطق اللي لازم توصلوا لتلك المنطقه. اوكي، specify specificity تحديد بمعنى general intention or direction. يجب ان تحدد ما هي
الاهتمامات العامة والاتجاه أين تريد أن تتجه. هنا specific and precise، محددات قصيرة الأجل، محدد بحيث أنك تصل إلى 5 أهداف، يمكن تصل لهدف واحد من هذول، 5 objectives تصل إلى واحد goal. أوكي، إذن هنا very specific very precise، هنا general intention or direction. أنا كنت ألفظها دائما أو ممكن ألفظها specification، بس هي نفس المعنى specificity. طيب plan برود واسعة للجولز، بينما نرو ان سكوب للأوبجكتيف. معلومات مش غلط، ندركها ونهتم فيها لأنه المادة جديدة ومش عارفين شو الأسئلة اللي بدها تكون نازلة بهالطريقة هاي. سايز لارج ان سايز ذا هول، الشركة كلها. سمول تشانكس بارت اوف ذا هول، جزئيات معينة، بلوكات معينة، زي اللي بده يبني بناية، البناية تتكون من غرف، هيها غرف، هنا بناية كاملة، هنا بيت، هنا غرف من الباب، هنا حائط، هنا بلوكات بلوكس من الحائط، جزئيات. اكزامبل انكريز انترناشونال كاستمر بيز، كيف بك توسع اهداف تحقق اهدافك الواسعة؟ بدك تقول ما بكفينيش زباين المنطقة، الكاستمرز اللي حولي بالدولة، لا بدك تنتقل على المنطقة اللي انا فيها وكمان على العالم كله. انكريز انترناشونال كاستمر بيز. اكوير هنا على الاوبجكتيف 28% مور كاستمرز فروم ذا يو كي استراليا اند جيرماني ان نيكست 3 مانس، محدد خلال 3 اشهر 28% من الكاستمرز في الدولة الفلانية والدولة الفلانية والدولة الفلانية. Actions general outcome، نتائج عامة شاملة. Specific actions and measurable steps، محددات خطوات محددة على تحت الأوبجكتيف. إذا لازم تفهم إنه الأوبجكتيف جزء من الجولز. طيب measurement difficult، صعب على مستوى عالمي. Goals are usually intangible and may not be strictly measurable. Intangible بمعنى غير ملموس، تقول والله أنا بدي يصير عندي مثلا 70% من السوق العالمي. How it comes 70% و 50% من السوق العالمي حكي. إذا شو معناها difficult و intangible غير ملموس. هنا easy بتحدد هدف معين في مثلا في الدولة الفلانية، easy it must be measurable and tangible، قابل للقياس وملموس ومبين وسهل انه يتحقق. مثلا long term، نعم 15 سنة. medium to short term، سنة وسنتين وثلاث. هذا القائمة حتى انا اضافت لي قيمة، added value to me القائمة هاي لما شفتها أنا وجبتها من الإنترنت. شوف عندك هون objective then objective then objective to reach goals، الفرق بين objectives والgoals. تمام، هاي كمان الهرم، هذا هرم اللي هو على مستوى شوف tactics. هنا money، كثير من الناس very specific، بطلع استراتيجيات strategies بعدين objective بعدين goal بعدين mission بعدين vision. هون single شو يعني؟ يعني هدف واحد او ستيتمنت واحده. هنا برود يعني واسع شامل. اوكي، زي ما شفناها بالصفحه اللي قبلها. اذا الاوبجكتيف استخدم الجولز، عندك مثلا يكون 20 اوبجكتيف حتى يجيب لك جول واحد. اوكي طيب، اذا goals and objectives that the organization is trying to achieve should be identified. حدد اهدافك و objectives والgoals، أهدافك العامة وأهدافك الخاصة، أهدافك المحددة specific اللي هي objectives. Key performance indicators، key performance indicators دائما هذه نرجع لها. Key performance measure strategize innovate. بدك كيف بدك أنت key performance indicator، معناها مؤشرات الأداء الرئيسية Key Performance Indicator. كيف بك تنافس بالسوق إذا عندك مؤشرات الأداء الرئيسية مش قوية ومش كبيرة ومش
منافسة للغير، كيف بك تسيطر على السوق أو تخترق السوق أو تأخذ حصة من السوق. هون كمان تنشر، propagate، تنشر. خلنا نشوف هاي المعلومات اللي what do you want to achieve and when، ماذا تريد أن تفعل ومتى. هذا كله بيحكي عن examples of sales، شو بدك تعمل بالمبيعات. شوف number of new contracts، dollar value of new contracts، فلوس كم عقد، كم فلوس العقد. number of engaged qualified leads in sales funnel center، qualified leads شو معناها؟ من مجرد ما اتصل الزبون الى تنفيذ الامر والتفاعل معه لازم يكون اسرع ما يمكن، اذروايز غيرك بمل الزبون بروح على غيرك. hours of resources spent on sales follow up، قديش بنصرف على عملية السيلز والمبيعات، واهلا وسهلا وتحيات ويا كاستمر رضيان مننا ولا لا وكذا، كاستمر ساتسفاكشن. average time for conversion، شو يعني المعدل بين انك انت تاخذ المكالمة وتوصل البضاعة. الافرج كل ما كان قصير كل ما كان افضل. نت سيلز صافي المبيعات، هذا كي بيرفورمانس انديكيتر، كي بيرفورمانس انديكيتر بالنسبه للسيلز، هذا بالنسبه للفاينانشال. جروث ان ريفينيو زياده المبيعات، نمو المبيعات. نت بروفيت مارجن شو بسموه البروفيت مارجن اللي هو البروفيت على السيلز، قديش صافي الربح على السيلز، نسبته من السيلز. جروس بروفيت مارجن اجمالي الربح، برضو سيلز ناقص كوست سيلز يساوي جروس بروفيت مارجن. وبعدين بتطرح سيلينج ادمنستريتيف اكسبنسز الى اخره، بعد بيطلع عندك نت بروفيت مارجن بتنسبه دائما للسيلز. طبعا هذا بيتضح الامور بالبارت الثاني. اوبريشنال كاش فلو، تدفق النقد الجاي من العمليات تبعت الشركه، بديش فلوس استقرضها من البنك، بدي فلوس تجيني من المبيعات، تصفي لي من المبيعات، مبيعات وناقص مشتريات وكذا، والكاش اللي بيجي من هالعمليات هاي. كارنت اكاونت ريسيفبل، شوف كانت اكاونت ريسيفبل شو يعني؟ يعني حسابات الذمه المدينه التجاريه. انفنتوري تيرن اوفر بسموه تدوير المخزون. تيرن اوفر يعني قديش بتقعد عندي البضاعه، 10 ايام ولا 20 يوم؟ ال 10 ايام احسن من ال 20. بشتريها وببيعها فورا، يعني السوق عندي نشيط جدا الى اخره. اي دي بي اي تي ايرنينج بيفور انترست اند تاكس ديبريشيشن اند امورتايزيشن، هذه عبارة عن بقول لك بشيل الديبريشيشن والامورتيزيشن. اذا عندك فول اوتوميتد سيستم يعني بمعنى عندك آلة ضخمة وكذا لازم تشيل الديبريشيشن والامورتيزيشن مشان تقدر تقارن النتائج تبعت الشركة. هذه عادية نسبة من نسائب نسبة الربحية. اوكي هاي كمان عندك كاستمر، قد ايه بتعمل كاستمر ساتسفاكشن، نمبر اوف كاستمر ريتيند، قديش عندك كاستمر ضالين عندك. بيرسنتيج اوف ماركت شير، نسبتك من الماركت شير. نت بروموتر سكور، افريج تيكت سبورت ريزوليوشن تايم الى اخر. طبعا هاي لها النت بروموتر، هاي النتائج اللي هو شو يعني الكاستمر بتقول له عبي لي قيمني من 1 ل 10، بتتمنى يكون نتائجك 9 ل 10، 9 و10 من 10، 7 و8 بنحسبنش، والواحد والصفر لحد 6 سيئات. اوكي كمان في عندك ايش بسموها هون اوبريشنز، شو التشغيلي. اوردر فولفلمنت تايم يعني وقت تنفيذ الامر التصنيعي او الخدمي. تايم تو ماركت، الوقت حتى انك تسوق وتنزل للسوق. امبلوي ساتسفاكشن ريت، الموظفين مرتاحين ولا لا. امبلوي تشيرن ريت، شو يعني بسموها امبلوي تشيرن ريت؟ بمعنى اللي هو التذبذب في عدد الموظفين وكذا، يمكن بيتركوا العمل ولا هيك شيء. تمام هاي كمان اخر واحد الماركتينج. اذا لازم يكون عندك كي بيرفورمانس انديكيتر في كل الامور هاي. مونثلي ويب سايت ترافيك، عندك زحمه على الويب سايت ومراجعين وكذا وبحطوا تعليقات وهيك شيء. مونثلي ويب سايت نمبر اوف كواليفايد ليدز، نفس القصه اللي حكيناها بقضيه انه والله طلب المعلومه وبعدين احنا بنعطيها. كونفرجن ريت فور كول تو اكشن كونتنت، معلومات كثيره. اي بوكس ببلش ذيس ميثود، اذا بمعنى شو؟ من خلال الاي كوميرس. طيب كل الكلام هذا بيدلك على ايه؟ على انه
على انه انت بدك تركز على الكي بيرفورمانس انديكيتر حتى تعمل. اذا في عندك كويشنز كيف وضعك؟ تمام. كي بيرفورمانس انديكيتورز must be identified to assist. بدك تحدد الكي بيرفورمانس انديكيتر to assist with measuring whether an organization is progressing toward its goals ولا لا and objectives. اذا في اسئله محدده في الكي بيرفورمانس انديكيتر وين انت حتى تعرف حالك انت رايح على الاتجاه الصح ولا لا. وشفناها example of key performance indicator include احنا شفناها هون بشكل عام مشروح ها ولكن مش غلط. ايوه هيهم هون هيهم هيهم شفناهم بشكل واسع. اوكي طيب مش غلط انه الكرنت ريشيو تعتبر key performance indicator. كم عندك الكرنت ريشيو؟ ما هي الكرنت اساس على الكرنت liabilities؟ لازم الاندستري تكون 2 الى 1. كيف وضعها؟ هذا كي بيرفورمنس انديكيتر. انت تقدر تقارن حالك بالسوق مع الاخرين او تقارن حالك او تشوف حالك انت مع الاندستري اللي انت بتنتمي الها. نت بروفيت مارجن، هيا نت بروفيت مارجن شفناها قبل شوي. نت بروفيت على الريفينيو هاي شفناها قبل شوي بالكي بيرفورمنس انديكيتر. هيا هاي هاي نت بروفيت مارجن. أنا عندك جبت لك هنا يمكن شغلة واسعة جدا مش غلط، هذه لأنه أنا معطيك إياها في فيديوهات سابقة. أوكي؟ بادجت فاريانس، شو يعني البادجت فاريانس؟ البادجت فاريانس يعني قديش أنت بتحقق فعليا مما كنت مخطط له. اللي هي قبل شوي قلنا عنها شو؟ هيها قلنا عنها أنومالي ديدكشن. البادجت فاريانس هيها نحن نشوفها بالبادجت فارينس. هي هي بادجت ستاتيك او ستاتيك بادجت وهي الاكتوال والفرق بيناتهم. وهي طبعا هنا عندنا ان بتوين حنيجي مرينا عليهم شابتر 10 10 لا 11 لانه احنا هلا شغالين غير 19 واللي قبليها بال 20 11. اوكي هاي البادجت فارينس، هاي فوليوم فارينس، هاي عندنا efficiency variance، هاي عندنا price variance وهكذا. هاي كمان نفس الشيء هون flexible budget. هاي بدك ترجع لشابتر 11 اكيد 11. اوكي debt to equity ratio، debt to equity ratio total liability على total shareholder equity اللي الديون على الايكوتي اصحاب حقوق الملكيه. هاي نسبه كمان payment error rate. كل هذه تعتبر كي بيرفورمانس انديكيتر. وين انت بهذه المقاييس؟ البيمنت ايرور ريت معناها فيندر بيمنت ايرور ريت اللي هي تعتبر جزء من الكي بيرفورمانس انديكيتر. شو الفيندر بيمنت ايرور ريت؟ ميجر ذا ديليجنس اوف ذا اكونتس بيبل ديبارتمنت ان ايشوينج اند بيينج فيندر انفويسز. يعني شو الديليجنس؟ معناها اجتهاد قسم المبيع قسم الحسابات الدائنه عم بيطلع مدفوعات بخبص في الدفع ولا لا؟ in issuing and paying vendor invoice. money owed اجتهاد، مش كل يوم انه طلع لي فاتورتين لنا مدفوعتين مبلغين لنفس الشخص لانه في غلط عندهم. money owed by the company to creditors vendors، يعني بده يدفع المستحقات للفندرز. الايرورز may include overpayment يدفع اكثر، اندر بيمنت يدفع اقل، كمان بيزعج السبلاير اذا دفع اقل، بيزعجه بيخلوه يعصب ببطل يعطيك البضاعه. بيمنتس ميد تو ذا رونج انتيتي، بيدفع للجهه الخطا، بيدفع بدل لاي بيدفع لبي وبي ما لهاش شيء. اذا هاي الامور يجب ان تؤخذ بالاعتبار، تعتبر من الكي بيرفورمانس انديكيتر. اكسسيف انفويسنج ايرورز، شو يعني؟ عملية الفوترة may be indicative of a lack of control within the procurement and AP function. شو يعني excessive invoicing error؟ أخطاء في الفوترة نتيجة إيش؟ نتيجة إنه عدم تركيز بقسم المشتريات وقسم إيش؟ حسابات الدائنة المحاسبة. lack of invoice standard، ما في طريقة للفوترة. lack of accompanying purchase order، قسم امر الشراء كيف بيطلع. فيندر داتا كواليتي نوت انفورسد، فيندر داتا كواليتي بدك تتاكد من معلومات الفيندر
تتأكد من عنوانه من 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 كذا من المندوب تبعه من كمية البضاعة تم استلامها فاتورته أصلية مش أصلية إلى آخره. outdated vendor data شو داتا يعني بمعنى أنها قديمة. إذا هذا مؤشر على أنك أنت ما عم بتتابع. and lead to potential vendor disputes اختلافات بينك وبين الفندر. مرات بيزعل الفندر إذا ما بتدفع له. احنا بزمانات لك ونشتغل بالماليه وكان المدير العام نقول له يا عمي يقول نطلع شيكات نقول له يقول لنا ليش مطلعين شيكات ما على مهل نقول له يا عمي بيزعلوا علينا تخاف قال وين بدهم يروحوا هذول ما عندهم غيرنا يودونا بضاعه وير تو جو ما عندهم مجال ثاني يروحوا عليه ها اند اور امباكت ذا اورجنايزيشن ابيليتي تو ميت ات شورت تيرم فاينانشال اوبليجيشن انه بسدد في ديون اللي عليك الاي بي الاكونتس بيبل بالبالانس شيت هالي مانوال اور بيبر بيست انفويسنج بروسيس هل عمليه تتم الفوتره من خلال المانوال ولا من خلال الاوتوميتد مي اولسو ادفيرسلي امباكت ذا اماونت اوف ايرورز برودوس باي اي بي ستاف اللي هو ايش الاخطاء التي يقوم باقترافها الاي بي يعني تكرار الكمبيالات او قصدي الفواتير او اوامر الدفع خلينا نسميها مرتبطه ب may also adversely impact the amount of error produced by AP stuff. Okay. إذا هاي الأمور كلها تؤثر بشكل سلبي adversely. نسبة الأخطاء اللي هي بتعتمد على إنه كيف بنا نفوتر اللي هي paper based invoicing process may also adversely impact the amount of errors produced by AP stuff. طبعا كلام كثير بديش اطول فيه. KPI definition بالنسبه للموضوع نفسه. The number of outgoing payments processed by the account payable المدفوعات الخارجه من قسم الحسابات الدائنه department that contained an error والتي كان بها خطأ مثل wrong address عنوان خطأ incorrect amount المبلغ خطأ duplicate payment تكرر المبلغ ETC divided by the total number of transactions initiated over the certain period of time as a percentage مقسومة على عدد من ايش الحركات المالية التي صدرت من ايه بفترة محددة هيها موجودة عندي هون number of payments to vendor containing errors اي عملية دفع كان فيها خطأ على total number of payments to vendors على الكمية عدد المدفوعات مثلا دفعنا 20 مرة كان منهن 3 مرات في خطأ هاي 3 على 20 يعني معناته ال 20 تضربها ب 5 بصير 100% وال 3 تضربها ب 5 بصير 15% 3 من 20 ضرب 100 بيطلع عندنا نسبة مئوية إذا هذه هي القصة في قضية هذا المعادلة هاي هيها موجزة عندنا هون أوكي هيها هذا اللي بيهمنا كيف بدك تطلع النسبة مشان تحكم على الشركة تحكم على قسم اللي هو العنوان تبعنا شو هيو payment error rate إذن هيا payment error rate اللي هي هيها number of payments to vendor containing errors على total number of payments to vendors طيب كمان عندي هون KPI definition نفس القصة هي number of payments The number نفس معلومة معادلة بس في شغلة أنا بدي أذكرها هون. The number of payments made by the accounts payable department to vendors or suppliers نفسه vendor supplier نفس الشيء that contain one or more error هيا contain errors سواء خطأ ولا عدة أخطاء. اثنين the total number of payments made by the accounts payable هيا total number of payments to vendors by accounts payable department to vendor during the measurement period نفس خذ هذول بس انت واترك الموضوع خذ الفكره بس common invoices error ما هي الاخطاء اللي بالinvoices incorrect payment amount المبلغ غلط incorrect vendor numbers شو يعني vendor numbers يعني بمعنى انه قديش عندنا اخطاء ل vendors يعني نتعامل مع ناس معينين بمعاملة خاصة بحيث انهم يطلعوهم مدفوعات اكثر مما يجب او اقل او كذا duplicate payments بتكرر المبلغ incorrect routing or account numbers شو يعني routing or account numbers الاخطاء بالحسابات
بدل الحساب الفلاني بدل الحساب الفلاني وهكذا. بعدين count duplicate payments بتدبل بتدفع المبلغ مرتين وثلاث. two identical payments made to the same vendor in error as a single error for this calculation. include both electronic and manual check vendor payments in this calculation. بغض النظر هاي الفكرة طولنا فيها لكن أنا بحب إنه تكون الأمور واضحة على الأقل من ناحيتي أنا. هذا ما يتهيأ لي إنه الواحد لازم يطلع عليه حتى يفوت على الامتحان بشكل مناسب سواء multiple choices ولا LSE problems. إذا هذول الخمسة اللي هم الكي بيرفورمانس انديكيتورز وأنا ذكرت أكثر بكثير من هذول اللي شفناهم قبل شوي على الهايبر لينك. goals and objectives هاي هون عندنا A اللي هي define questions A و B clearly define goals and objectives شفناها قبل شوي. هاي الgoals and objectives مش راح أعيدها موجودة بالفيديو نفسه. هاي هذا شايفة اعمل سكرين شوت واقراها الصفحة هاي والصفحة هاي. إذا clearly define goals and objectives assist the IT team بدك تحدد أهدافك اللي هي واسعة المجال وطويلة الأمد اللي هي الجولز والأوبجكتيفز اللي هي الخطوات المتتالية حتى تصل تلك الجولز. بتساعد مين الـ IT team فريق الـ Information Technology with selecting the most appropriate technology source to use for analysis لاختيار أفضل طريقة من التكنولوجيا أو مصادر التكنولوجيا للاستخدام من أجل التحليل تحليل البيانات حتى نقول والله عندنا أهداف عامة وأهداف خاصة أو أهداف شاملة وأهداف محددة إلى آخره. الجولز شاملة intangible والأوبجكتيف لا محددة وتانجبل وسهلة ومحسوبة وسنة وسنتين وثلاث وأربعة مش أكثر. أما الجولز على 10 سنين 15 سنة. early adoption of goals and KPI شوف early adoption of goals and KPI early adoptions of goals and KPI اختيار الجولز والKPI بدري بمراحل متقدمة من عمل الشركة helps keep the analysis on course and avoid worthless analysis بيخلي التحليل كما يجب on course يعني وكأنه course تدريسي يعني أول بأول and avoid worthless analysis ونبتعد عن الأيش التحليلات الغير مناسبة والتي لا قيمة لها وغير وتستهلك وقت وتستهلك جهود. إذا علينا أن نختار الأهداف والـ KPI الأهداف الشاملة والـ KPI Key Performance Indicators مشان نقدر نشوف البيانات اللي بتناسبنا مشان نقدر نحلل otherwise حنكون بعملية مضيعة للوقت والجهد. ولا تنسوا الـ KPI هاي هاي أوكي طيب obtain relevant data ها الحصول على البيانات ذات العلاقة مش ما انت بتحكي بالبنك وتروح تجيب لي معلومات جامعة تحكي بالمصنع البيبسي تروح تجيب لي معلومات ألبان إذا الألبان بتفيدك ماشي الحال بس relevant لازم تكون data commonly referred to as information discovery يعني عليك أن تبحث على ما وين البيانات مش عندك بس عندك وبرا بالسوق وبالكستمرز وكذا وبالمجتمع وبالجهات في جهات معينة بأمريكا بتعطيك البيانات بتجمع تلك البيانات وتبيعك إياها بتعطيك إياها وطيبر. Access to every piece of data available allows for إنك تحصل تصل لأي قطعة من المعلومات التي تساعدك في اتخاذ القرار. نفترض بدك تشتغل بقضية شركة ألبان. الألبان بدها تركز على قديش شو نوعية المستهلكين وما هي ثقافة البشر وقديش عدد الأطفال وقديش كذا اللي بحتاجوا لتلك المواد الألبان للنمو وكذا وبدك تدخل في قضايا الصحة وبدك تدخل في قضايا الأمراض وبدك تدخل في قضايا المنافسين وبدك تدخل في قضايا عدد السكان وبدك تدخل في قضايا كل هذا مش ضروري يكون عندك من برا كمان بتجيبه حتى تصل إلى معلومات دقيقة وثقافة البشر وهيك شيء. More precise correlation يجب أن تكون هناك علاقة دقيقة مثل y equal a plus bx علاقة
بين مبيعات السيارات والرواتب، بين مبيعات السيارات والجمارك، بين مبيعات السيارات وخطوط الخطوط المعبدة، بين مبيعات السيارات والهاي ويز، مبيعات السيارات وخطوط النقل في الدولة إلى آخره. Construction of meaningful analysis models and forecast. بدك تبني models لها معنى، تبني and forecast وتنبؤات وتوقعات إلها علاقة بالبزنس تبعك بالشركة. And identification of actionable insights. وتحدد كذلك بحيث إنك تشوف تسبر المعلومات، تنظر إلى المعلومات، تحقق وتمحص بالمعلومات بحيث تكون المعلومات قابلة للتنفيذ. Actionable insights. كل ما بحثت عن معلومات معينة، هذه المعلومات يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، بمعنى تفيدك في دراساتك وتوقعاتك ومساعدة البزنس على تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها. Actionable معناها قابل للتنفيذ. Insight معناها خلنا نسميها تبصر، يعني تركيز، سبر، سبر يعني سبر غور المعلومات إلى آخره. إذا لازم تحصل على البيانات ذات العلاقة في اتخاذ القرار، هذه عنوانها. طيب clean normalized data، بدك تنظف البيانات، في بيانات بتفيدك، في بيانات ما بتفيدك، في بيانات بتضرك. clean data consists of but not limited to flushing out useless information. إذا شو معناها؟ تحتوي على بيانات يجب طردها، استبعادها. يعني مثلا عملية مبيعات مصنع الألبان مثلا، أوكي، بتيجي بيانات مثلا أو في بيانات عن المجتمع كذا لا تفيد في هالدراسة هاي، بدك تستبعدها، ما لا تأخذها، لأنه بتعمل لك لخبطة في البيانات تبعتك. إذن useless information and identifying missing data. وكمان بتعتمد على أنه كمان هالعملية هاي clean and normalized data، أنه كمان في عندك إشي missing بدك تجيبه، في إشي موجود مش ضروري، وفي إشي موجود ضروري، في إشي موجود مش ضروري شيله، وفي إشي غير موجود وضروري بدك تجيبه missing data. Data governance assists with ensuring data are accurate and usable. رقابة البيانات، حوكمة تبعت البيانات هاي تساعد التحكم فيها، هاي زي ما شفنا في A، with ensuring data are accurate and usable. شو بمعنى؟ بمعنى الداتا governance تؤكد على أن البيانات صحيحة وقابلة للاستخدام اللي بعد ما مرينا في A، استبعدنا ما ليس بالضرورة وأبقينا ما هو ضروري وجبنا ما هو ناقص. إذن هاي هي حوكمة، خلينا نسميها تنظيف. Normalizing data involves storing. شو normalizing؟ يعني تولفها، تحولها إلى وضع طبيعي. Storing each data element as a few times as necessary. تحطها بأماكن محددة few times لكي لا تخسر هذه البيانات. It results in reduction of data and strengthening data integrity. لما بتعمل ستورينج بتقلل الكمية، بتقلل العبء، بتوزعها إلى مجموعات وبتنظمها، بصيرش في فوضى. زي اللي بيكون عنده مستودع في عنده يمكن 100 قطعة، إذا رتبهم بصير المستودع تقدر تفوت فيه، إذا مش مرتبين تقدر بتقدرش تفوت للمستودع. نفس القصة تنطبق على البيانات. إذا normalizing. أوكي. Data involves storing each data element as a few times as necessary. It results in a reduction of data and strengthening. تقليل البيانات and strengthening data integrity. شو يعني؟ تقوية نزاهة البيانات. البيانات تكون نزيهة وصحيحة وعادلة. For use of a specific purpose. من أجل استخدامها لهدف معين. نفرض دراسة عدد السكان وأعمارهم وتفكيرهم وصحتهم وقوة الدم تبعهم فيما يخص الألبان. وشو بتفيد الألبان وشو بتعالج الأمراض وكذا وبتقلل من وجود أمراض معينة، كل هاي بدها يتم دراستها. Integrity شو يعني الانتجريتي؟ النزاهة. Is ensuring that data accurately reflect
تعكس تعكس بدقة the business events أحداث البزنس underlying them and that any anomalies are rectified أي شذوذ بالمعلومات يجب أن تصحح أي خروج عن النص يجب أن يعدل rectified يصحح anomalies شذوذ خروج عن النص عن طبيعة البيانات اوكي analyze data شو بدنا نحلل البيانات as the data collected and analyzed جمعنا البيانات بدنا نحلل are analyzed يجب ان تحلل determination can be made as to whether the data are the exact data needed بدك تحدد ما هي هل البيانات اللي جبتها هي اللي احنا بحاجتها إذا بتشتغل على الألبان بيانات وجبت بيانات الأطفال وبيانات عدد المواليد وتفكير الناس بقضية الرضاعة وتفكير الناس بقضية الصحة العام وتفكير الناس بالأمراض التي تأتي للأطفال بدون الألبان إلى آخره exact data needed هل جبت البيانات الصحيحة the determination includes but not is limited to but is not limited to إذا ما هذه عملية التحديد هذا لا قضية البيانات التي يجب أن تحدد فيما يخص مثلا نفترض مصنع الألبان limited to assessing whether additional data are needed إذا احنا جمعنا بيانات لكن عندنا نقص في معلومة معينة نفترض ما هي الأمراض التي تأتي نتيجة عدم تناول الألبان بدك تجيب هذا مش موجودة أوكي الألبان بيساعد بالنمو بيساعد في كذا بدك تجيب بيانات معينة من المستشفيات اللي بتحيط بالمنطقة أو مناطق مختلفة إنه هكذا الناس اللي ما بيتناولوا ألبان من 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 العمر الصغار كذا بصيبهم كذا وكذا وكذا هي collecting new and or different data بعد ما تحدد البيانات موجودة وهي اللي احنا بحاجة إلها كمان بدنا نشوف ما هي البيانات التي كذلك يمكن أن تزيد في عملية الدراسة اللي احنا من خلالها بدنا نزيد مبيعات الألبان وبالتالي نحقق استراتيجية الانتشار الشامل وتحقيق صحة الأطفال ونحقق أرباح إلنا ونحقق صحة للمجتمع إلى آخره different data revising the original question هذا السؤال اللي دائما بتسأله كيف بدك تجمع بيانات؟ بدك تسأل أسئلة الأسئلة ما هي الأسئلة؟ كيف بي أحافظ على مثلا النمو عند الأطفال؟ كيف بي أحافظ على سلامة الصحة والعظم والكذا والبنية الأطفال إلى آخره؟ إذا بدك تحدد أسئلة معينة وصحح تحديد الأسئلة بحيث أن تكون الأسئلة المناسبة من أجل أن تتناسب مع البيانات الموجودة وبالتالي تصل إلى النتيجة اللي احنا الجولز والأوبجيكتيفز formulating additional questions بدك تصيغ صياغات جديدة أو إضافية إذا كثير من الأسئلة طبعا أنا لست طبيبا حتى أقول والله في قضايا الألبان ما هي الفوائد لكن المهم أنه بيجيب الألبان بطلنا نجيب عن مصنع البيبسي لأنه المصنع البيبسي ما بيبث إلا الأمراض وبالتالي يجب أن نبتعد عن شرب البيبسي نهائيا وطبعا على الدخان أكيد لا بدنا على الألبان فقط لأنها مفيدة ورائعة وكمان بعد شوي بنجيب على خبز الشعير لأن خبز الشعير هو المفيد جدا بحياة الإنسان مش الخبز الأبيض أوكي؟ طيب Data Analytics Method include the following application types تحليل البيانات شو؟ تشمل أنواع الابليكيشنز التالية Descriptive Analysis التحليل الوصفي هاي هي الديسكريبتيف اناليسيس ذا مين ديفايننج فيتشر اوف ديسكريبتيف اناليسيس از ذات ات از اناليتكس دان بيز اون باست هيستوريكال داتا اذا هذا ديسكريبتيف وصفي على الماضي ان براكتس ذس از يوجوالي كوميونيكيتد ان ذا فورم اوف تشارتس اند تشارت ها هاي هذه charts مجموعة charts شوف هاي الباي كذا هذا إلى آخره طيب داشبورد هاي الداشبورد
هاي هاي الداشبورد. بسموها لوحة القيادة، شرحناها سابقا بالفيديو السابق. اوكي، طيب descriptive analysis contrast with inferential analysis statistics. هذه التحليل الوصفي قلنا للماضي، inferential استنتاجي للمستقبل statistics which draws conclusion about population based on a sample of data. تأخذ دراسة عينة وتستنتج للمستقبل، الديسكريبتيف تأخذ ماضي، تأخذ الحالات الماضية. Descriptive analysis also contrasts with predictive analysis، برضو تنبؤي. Inferential وstatistic والpredictive يعتبر تنبؤي، تحليلات تنبؤية للمستقبل. Where the focus is on extrapolating، شو يعني إرشادي؟ استكمال استقراء معين من أجل دراسة وضع للمستقبل. From the past to predict future trends and outcomes، من الماضي للمستقبل. And descriptive analysis contrasts with the prescriptive analysis، التحليل الوصفي. إذا المصطلحات تاي مش غلط الواحد يدركها يفهمها. Which takes prediction a step farther to not only predict what will happen، not only predict what will happen but also recommend a course of action based on the most rational response to the distribution of future events. Recommend of course of action based on most rational response to the distribution of future events، اللي هو له علاقة بالمستقبل. إذا هو الديسكريبتيف عكس البريسكريبتيف أناليزيس، اللي هو التحليل الوصفي. طيب أوكي، إذا شو بقول هون ديسكريبتيف أناليزيس؟ إز ذا موست بيسك أند موست يوز ميثود. إت كونسنتريتس أون ريبورتينج أكتشوال ريزلتس، زي ما قلنا بيعتمد على الماضي. أكتشوال ريزلتس، هاي المعلومة المهمة. اثنين دايجنوستيك أناليزيس، تشخيصي بيسموه. بروفايد إنسايت إنتو ذا ريزون سيرتن ريزلتس أوكر، ما هي أسباب حدوث مرض معين. Diagnostic is a form of advanced analytics with which examine data or content to answer the question why did it happen، ليش صار المرض الفلاني، ليش صارت الأزمة الاقتصادية الفلانية. Is characterized by techniques such as drill down، بدك تحفر وتدور وتبحث ما هي الأسباب. Data discovery، تبحث عن الأسباب، تبحث عن البيانات. داتا مايننج، داتا مايننج معناها تنجيم، تنجيم شو يعني؟ كالذي يبحث عن ذهب في منجم، بدك تبحث عن داتا مهمة لا تتخذ بناء عليها قرارات. كوريليشن، علاقات بين البيانات مع بعضها البعض. تيكس اي ديبر لوك تو داتا تو اتمت، ها ديبر لوك يعني تتطلع في البيانات تفحصها. تو اتمت تو اندرستاند ذا كوزز اوف ايفنتس اند بيهيفير، لبحث والاكتشاف الأسباب لحدوث حدث معين، مرض معين، انتكاس اقتصادي معين، وضع اقتصادي معين إلى آخره. Benefits of diagnostic analysis، analytics، فوائدها تحليل التشخيصي. Lets you understand your data faster to answer critical force question، بتخليك تفهم الوضع بشكل أسهل وأسرع حتى تفهم اللي هي الـ الـ الأسئلة التي تخص الـ الـ البشر اللي عندك. critical workforce question to answer critical workforce questions، اللي هي أسئلة البشر الموجودة عندك حتى تجاوب عليها. إذا بيكون عندهم أسئلة معينة، إذا هذه بسموها التحليل التشخيصي. شوف هون cornerstone view of diagnostic analysis أو analytics، شو هي حجر الزاوية في الموضوع تبع التحليل التشخيصي. Provides
يزود the fastest and simplest way for organization to gain more meaningful insight تبصر له معنى into their employees بالنسبة للشباب العمال اللي بيشتغلوا بالشركة and solve complex workforce issue اللي هي المشاكل التي تخص القوى العاملة لأنه دائما أي تأخر أي مشكلة بتحدث بالشركة سببها البشر Interactive data visualization tools allow managers to easily search. إذا شو معناته؟ وسائل النظر والتبصر في البيانات تسمح للإدارة بالبحث search easily search filter search معناه بحث بكل البيانات وفلتر تصفي وتنقية and compare مقابلة People by decentralizing information from across the corner store unified talent management suite. إذا compare people by centralizing information. شو يعني تقارن بين الناس؟ لأنه وسائل النجاح تأتي من قبل البشر. من الذي أشهر الأبل شركة أبل؟ ستيف جوب. إذا البشر هم الذين يتقدمون بالشركة ويؤدون إلى ازدهار تلك الشركة. إذا كل هذا تشخيص بدك تبحث وراء العناصر التشخيصية أو التحليل التشخيصي ليش عم بصير معنا هيك شو السبب اللي بصير معنا هيك حتى على مستوى الأسرة مرات والعشيرة والدولة والمدينة والمجتمع والكذا بيبحثوا عن الأسباب شوف هون The cornerstone unified talent management suit شو يعني suit جناح إدارة المواهب مشان تخلي الناس اللي أقوى يتفضل يصعدوا فوق واللي أقل يخلهم مكانهم إلى آخره. For example, users can find the right candidate to fill position. شوف. المشخصين أو المستخدمين لهذا أسلوب التشخيص بدوروا على الموظف الذي يجب أن يملأ الوظيفة الفلانية. Select high potential employees اللي عندهم قدرة كامنة على أنهم يبدعوا for succession and quickly compare succession matrix ويقارن بسرعة بين معايير النجاح. And performance reviews across select employees to reveal meaningful insight about talent pools اللي هي البول معناها بركة يعني مجموعات الذكاء filters also allow for a snapshot of employees filter يعني تنقية حيث انك انت تاخذ عن employees تاخذ فكره لقطه across multiple categories such as location division شوف هون performance and tenure tenure اذا عليك ان تبحث عن snapshot عن الموظفين وكفاءاتهم فيما يخص المنطقه والقطاع والاداء وكذلك الفتره فترة الخدمة أو whatever. أوكي؟ إذا هذه اللي هي الثانية Data Analytics Method Include the following واحدة Descriptive ثانية Diagnosis Analysis Diagnostic Analysis والثالثة Predictive Analysis اللي هي التحليل التنبؤي. هي مشروحة في نفس الشابتر هذا برقم 9 Predictive Analytics. هنيجيها بمعنى انه طبعا المعنى تبعها بريدكتيف تحليل تنبؤي لقدام بنحلل مشان نشوف شو بده يصير معنا قدام خلينا نشوف معناها هون involves applying assumption to data and predicting future results item 9 on page 9 on page 660 contains more detailed discussion of predictive analysis المهم انه predictive analysis تحليل من اجل المستقبل هاي future results and predicting future results applying assumptions to data ما هي الفرضيات التي تخص الداتا من اجل الوصول الى نتائج معينه بالمستقبل prescriptive analysis توجيهي يعني بنحلل من اجل توجيهات لقدام برضه concentrate on what an organization needs to do in order for the predicted future results to actually occur ماذا يجب أن تفعل الشركة من أجل نحصل على نتائج مستقبلية نتمناها أو نخطط لها؟ طبعا هي Prescriptive Analysis
prediction, what will happen, when it will happen, will why will happen. هذا predictive analysis. شو بطلع؟ بطلع decision. How do we benefit from this prediction؟ كيف نستفيد؟ prescriptive analysis كله. شو بعدين بقول؟ effects. How will this decision impact everything else؟ القرارات من خلال prediction كيف بها تؤثر على نتائج الشركة والعناصر المختلفة في نتائج الشركة اللي هي goals والobjectives إلى آخره. إذا أهم إيش المعلومة نأخذها على أساس إنه المعنى تبعها predictive analysis, prospective, prescriptive analysis. إذا concentrate on what an organization need to do in order to predict future results to actually occur. Anomaly detection بقينا نحكي عنها قبل شوي. هيها anomaly detection. شايفين هاي في شذوذ هون، هاي الخط الرئيسي ماشي هون، بعدين هون صاير عندي مشكله، بدك تبحث بالمنطقه هاي اللي صار فيها مشكله. انومالي فاريانس بسموه، فاريانس شذوذ، خروج عن الخط. تمام. هاي ان داتا مايننج، المايننج معناها شو؟ البحث عن الذهب، بس الذهب مش معنى الذهب، من جميع البحث عن البيانات الضروريه. انومالي ديدكشن اولسو اوتلاير ديدكشن يعني الانحراف. Is the identification of rare items حالات شاذة. Events أحداث معينة. Observation which raise suspicious by differing significantly from the majority of the ما هي الايتمز وهي الأحداث وما هي إيش المشاهدات التي أدت إلى أن الوضع يختل. هاي ماشي الوضع بالطريقة هاي على اليمين وبعدين إذا إيه كان هيك وانحرف وبعدين رد رجع وكمل. اذا في عندي هون بالمنطقه هاي صار شيء معين. Typically the anomalous items will translate to some kind of problem such as bank fraud. اختلاس في البنك، شو اللي صار؟ شو اسبابه؟ ما الذي ادى الى ذلك؟ Structure defect، تبني بنايه وتبني بجسر تبني كذا صار خلل معين. Medical problem or errors in text، الأمور تمام بالمستشفى لكن صار أمر معين أدى إلى مرض معين. هذا كله أنوموليز اسمه، انحراف. يعني زي المعمل ماشي بسرعة 100 كيلو كذا وعمل حادث، طب شو اللي صار؟ أوكي، يمكن نعسان ونام، يمكن العجل انفجر. هذا هو الأنوموليز. أوكي، أنوموليز are also referred to as outliers برا الخط. Novelties نشوز، noise ازعاج، deviation انحراف، exception كل هذا يعتبر تحت anomalies. Anomalies detection or anomaly detection is the process of identifying unexpected items، تحديد الغير متوقع من ال items or events in data sets which differ from the norm، اختلفت عن النورم، شذت. Is often applied on unlabeled data which is known as unsupervised normally detection. بمعنى انه انت يا مراقب كنت تراقب بشكل ممتاز وبلحظه من اللحظات انقطعت عن المراقبه صار حدث معين. unsupervised normally detection. اذا الحدث حدثنا انه انقطع امر معين، صار امر معين، لابد ما نبحث فيه. اوكي؟ is used to identify unusual patterns of deviation from the norm of or expected results. من النورم الطبيعي او المتوقع. ليش شو صار؟ كنا متوقعين نبيع مثلا 100,000 علبة حليب. طب الشهر هذا ما بعنا غير 80,000، شو المشكلة؟ بدنا نبحث وراها. Network analysis consists of analyzing network data and statistics to find patterns، حتى نشوف الباترنز. هي نتورك، هاي المنطقة، هاي أمورها تمام خضراء، هنا في عندنا منطقة فيها خلل، بدك تحلل كل النتورك. نتورك قد تكون نتورك بمعنى شبكة اتصالات، وقد تكون نتورك بمعنى خطوط توزيع، قد تكون نتورك بمعنى نشر فكر وعلم، قد تكون بمعنى شهادات مهنية، قد تكون وهكذا. يعني لو بدك تعمل نتورك للشهادات المهنية CMA
في العالم تجد انه في اكيد في مناطق فيها شذوذ، في مناطق فيها ابداع. اوكي طيب خلينا نرجع لها هون بس. اي نتورك اناليسيس بيس اون تكست داتا، تحليل حسب التكست داتا. اذا نتورك اناليسيس كونسيست اوف انالايزنج نتورك داتا اند ستاتس تو فايند باترنز، كيف تسير الامور. تكست اناليسيس وهو مهم جدا involve the utilization of text mining، شو يعني البحث التنجيم. مرات انت بتنجم بتبحث عن حديد او عن ذهب لكن اخطأت الموقع او اخطأت البحث او رحت شمال بدل الجنوب، رحت جنوب كذا وهكذا. text mining and text mining يعني البحث من خلال التكست. تكست يعني شو نصوص ومقالات ومعلومات وكذا. and natural language algorithm to find patterns، وكذلك بدك تشغل ايه الخوارزمية تبعت اللغة، مرات الأحرف مرات المهمة مرات الكستمر مرات الكذا. يعني بدك تدور على كستمر، وين بتروح؟ بتروح على كستمر اللي هي تبعت مثلا تشوف كستمر تبعين كستمر مثلا وشو بدي اقول لك وايفون، بتدور كاستمر ايفون، بتدور بروح يجيب لك الايفون، بيجيب لك الكاستمر، يقول الكاستمر مع الايفون. to find patterns in an structured text، في تكست غير مبني بناء ومرتب بناء بشكل مناسب. اذا هي عباره عن بحث، تكست اناليسيس تحليل التكست المحتوى. ون لحد 4 صفحات تكست اناليسيس بيسموها تكست مايننج. Text mining involves a series of activities to be performed in order to efficiently mine، يبحث عن ينجم عن ينجم يعني المنجم مش النجوم منجم the information، يبحث عن information searching. These activities are gather المعلومات اجمعها، pre-process بعد ما قبل العملية، بعدين اعمل indexes رتبها، بعدين اعمل mining، وبعدين اعمل analysis. زي اللي بده يبحث عن ذهب بده يحفر، بيبحث على الموقع بعدين بيحفر، بعدين بيجيب التراب والحجار وكذا بحطهم كل واحدة لحال، وبعدين بصير يدور وهكذا. شوفون data assembly from the different resources، بتجمع البيانات من عدة مواقع من عدة مصادر. بعدين pre-process data preparation and transformation، استعدادها من أجل تعمل الاندكس. quick access and search store data، بتفرزها فرز، اندكس بمعنى فرز. المايننج الجوريثم ريفرنس انفرنس اند انفورميشن اكستراكشن، استنباط استخراج كذا الى اخره من هالبيانات. اند اناليسيز يوزر اناليسيز نافيجيشن، تصفح تجول كذا ابحار موجود يعني تدور على المعلومات. شو معنى الجاذرنج؟ الجاذرنج collecting data from different resources such as الويب سايت، بتروح على الويب سايت والايميلات والكاستمر كومنتس والدوكومنت فايل، هاي الجاذرنج بتجيب البيانات منها. depending on the application this process can be completely automated or guided by the text miner، بامكانك تعمل الاوتوميشن تبحث عن الامور هاي كلياتها او ومراقبة او من خلال التكست ماينر اللي بيبحث وبنجم وبدور على المعلومات وحتى يجيب لك اياها. pre-processing يعني ما قبل عملية الاندكسز such as content identification، شو يعني حدد معنى او المحتوى. extraction of representative features، تستخرج الملامح التي تمثل المحتوى. text clean up، بتنظف التكست. removing of any unnecessary، شيله هذا شيله ما بدنا اياه. or unwanted information such as ads from pages، شيل بتبحث عن معلومة بالجوجل شو بدك بالادز، الادز هذا داخل غريب على الموضوع. tokenization، شو يعني tokenization؟ من خلال الرمزية. computer only sees string of characters، معلومات معينة، خيط من المعلومات، شريط من المعلومات. without for example being able to identify paragraphs و sentences or words، بدون ما يحدد الشابتر ولا الجملة ولا الكلمة، بأخذ خط من المعلومات. اوكي tokenization split the text in meaningful entities زي words زي sentences given a present white space and punctuation،
شو يعني وايت سبيس؟ بمعنى مكان واسع واضح. and punctuation يضع علامات الترقيم بحيث انه يستطيع الحصول على ايش؟ على المعلومات اللي بده اياها من خلال الوردز ومن خلال السنتنسز، وبحط مسافات بين هذه المعلومات بعضها مع بعض. زي ما بقول انا دائما، مش ضروري انك تكون 100% ماسح ضوئي وراي والمعلومات هذه، المهم انك تقدر تجاوب الاسئله، لعل الله انك نساعد احنا وياك في انك تصل للمعلومه اللي انت بدك اياها. تمام؟ طيب. فيتشر اكستراكشن المعلومه الثالثه. Also called attribute selection اختيار المواصفات. It's the process of characterizing the text to obtain a set of quantitative measurement. A set of quantitative measurement. اوكي؟ إذا is the process of characterizing the text to obtain a set of quantitative measurement. للحصول على ايش؟ على شيء له علاقة بالأرقام من أجل إيجاد علاقات بين الأرقام اللي موجودة في التكست. For example, frequency of words تكرار كلمات. In text, type of words نوعية الكلمات. الاسم أو الحرف أو اللايك أو كذا إلى آخره. Syntactic information معلومات تركيبية مفصلية. These features can then be used for further processing. هذه التي عليها علامات معينة، مواصفات معينة، ستستخدم من أجل تشغيل بشكل، يعني احنا بننتقل المعلومات اللي احنا بدنا اياها من التكست. هاي الفكرة. Index بتصنف. Creating an index of certain terms, their location and numbers. المكان تبعهم والأرقام تبعتهم، ترقيمهم. This allows quick access to and structuring of the process data. بمعنى انه الوصول الى هذه البيانات بعد ما تعمل لها فهرسة، وكذلك بناء تلك البيانات بشكل افضل من خلال الاندكسنج. Mining هلا بصير الدور. At this step the text has been properly pre-processed and can now be mined. زي ما قلنا بتدور على ذهب في منجم معين، بتطلع الاتراب كذا ونوعية كذا ونوعية كذا، صخر معين إلى آخره. بعد ما صنفهم بصير تدور على الذهب موجود في مكان معين اللي هي الكلمات اللي هي المعلومات. For that we apply different data exploration techniques. يعني شو؟ طرق للبحث أو وسائل البحث أو تقنيات بحث. To reveal a new knowledge لتعطينا استنتاجات معينة ومعلومات معينة نستطيع من خلالها أن نطلع بنتائج للمستقبل. These can for example include identifying mention of specific terms مصطلحات معينة. Linking of these terms ربط بيناتها with a dictionary or thesaurus بمعنى شو؟ قاموس المعاني المرادفة. يعني بمعنى المعنى الفلاني يشابه المعنى الفلاني يشابه المعنى الفلاني او هكذا. For disambiguities شو يعني؟ ازالة الغموض. And identifying relationship between different terms. هذه يمكن جماعة الاستخبارات باكيد بكيفوا على المعلومات تاي وكذا، وعندهم معلومات مهمة جدا وهم يحللوا فيها، بس للتقريب ما بدناش نحكي بالامور هاي. Analysis تحليل. The mining step produce raw results. المايننج طلع لك معلومات خام، نتائج خام raw. This need to be evaluated and visualized. تقيم وتبصر أو تستبصر. So that they can be interpreted with respect to the question the text miner wants to investigate. اللي هو المسؤول بالشركة بده يتحقق من أمر معين. With respect to the question السؤال الذي كانوا بيبحثوا عنه، يعني مثلا الأعمار التي تتناول مثلا وجوب مثلا، ما هي الأعمار التي يجب أن تتناول الحليب الأصلي أو الفريش أو واتيفر إلى آخره. فهذه كل هالأمور هاي اللفة كلياتها مشان تطلع تجاوب على السؤال هذا، معناته في عندك بيانات معينة إجابة لذلك السؤال، بناء على تلك البيانات نستطيع أن نستخرج بأنه الأعمار الفلانية هي كذا وكذا وكذا. هذه لازم مصد أنها تأخذ حليب معين أو مواد غذائية معين لها علاقة بالمواد الغذائية تبعت الألبان. أوكي. Personal شؤون الموظفين الناس البشر بالشركة. Generally will select data
يختار البيانات to trace تتبع to supporting source documentation شو يعني لدعم السورس دوكيومنتيشن اللي هي المستندات اللي هي الاصليه اللي بناء عليها اخذنا المعلومات such as invoices اخذنا معلومات عن invoices contracts and payments and perform the following additional procedure اذا اخذنا المعلومات من السورس دوكيومنتيشن اللي هي الانفويسز والكونتراكتس والبيمنتس فيما يخص قلنا اللي هي نسبه الخطا تبع الدفع and perform the following additional procedure بعد ما اخذنا هذه المعلومات بالمايننج اللي مر علينا بنقول review and confirm the details of the data selected بنراجع البيانات اللي اخذناها تفاصيلها اللي اخذناها and analyze the findings and determine compliance or non-compliance with policy analyze the findings بدك تحلل النتائج اللي تم ايجادها and determine compliance وتقرير الالتزام بتلك النتائج or non-compliance with a policy or with policy اذا بعد ما حطينا استخرجنا النتائج بدنا نشوف انه كيف بنا او كيف بالشركه تم الالتزام بالسياسات التي يجب الالتزام بها او عدم الالتزام بالسياسات يعني الكشف عن الالتزام تطبيق السياسات ولا عدم الالتزام وتطبيق السياسات analyze the finding for accuracy والنتائج يجب ان تحلل كمان انها صحيحه ولا لا يمكن في عندنا بايز انحياز من قبل الموظفين بوضع البيانات كذا الى اخره identify internal controls requiring enhancement or if no controls exist assist with the creation of control بدك تحدد ما هو الكنترول requiring enhancement الذي يحتاج الى تعزيز من اجل سيطره على نقاط الضعف التي حصلنا عليها من خلال تحليلنا للبيانات الموجوده في الشركه and if no control معناته لازم نوجد كنترول جديد يسيطر على المعلومات والبيانات وكيف تسير الامور من اجل ان تسير الشركه باتجاه معين بعد هالدراسه هاي تبعت اللي هي اللي هي اللي هي التحليل للبيانات communicate results بتطلع نتائج اي واحد عنده بحث بده يطلع نتائجه the primary purpose of communicating results with appropriate management للاداره المناسب تطلع التقارير للمسؤول is to ensure the accuracy of the information used صحه المعلومات conclusion نتائج and recommendation توصيات في خلل ولا ما في خلل الامور كانت تمام ولا ما في تمام وما هي توصياتنا لمين للإدارة التي يمكن تكون طلبت هكذا أمر Data Visualization or Graph Illustration بدك تشوف الرسوم البيانية أو تطلع على البيانات شفنا الشارتس الماضية بنفس الفيديو هذا Charts و Graphs و Network Analysis ETC و Written Repetition عملية إيش؟ عملية إعادة الكتابة summaries ملخصات and itemized list شو itemized list بمعنى قائمة مفصلة شوف bullet هاي شوف البوليت البوليتد or numbered بالأرقام أو بالخلال النقاط are good ways يعني ترتب حالك وترتب نتائجك وترتب عملية ترتيب المعلومات إلى آخره are good ways of emphasizing information للتأكيد على المعلومات أو تكريسها using visual or visual aids to support discussion of major points results in the most retention of information visual بمعنى انه انت تفرجي النتائج على ايش على زي ما شفناها بالداشبورد شيء مرئي ليه لانه مش فاضي هو يدخل لك بالتفاصيل ويقرا لك وكذا لا بده يشوف رسوم بيانيه والى اخره زي ما شفناها على الداشبورد generally language should be fact based on neutral and neutral اللغة يجب أن تكون مبنية على الحقائق مش هش ولا دش مش عملية حشو وإنما كل كلمة لها معنى وكل حرف له معنى and neutral بشكل محايد using two لما بترفع تقرير قصده using two strong word or word inappropriate for the particular recipient may include induce unwanted response لا تشد على حالك في التقرير وتقول والله في كلمات تتأكد عليها كثير هذا يؤدي إلى أن التقرير قد ينحاز
unwanted، مش اللي هو مش راح يحقق الهدف الذي رفع من اجله، اللي هي to be communicated للايش؟ للتوب مانجمنت. تس هاي كونوتيشن لانجوج، شو يعني؟ يعني يجب ان تكون الكلمات ذات معنى لها دلاله. should be chosen carefully to appeal to the specific recipient، يجب ان تختار بعنايه. to appeal to the specific recipient، شو يعني to appeal to the specific recipient؟ بحيث انها تؤدي الى تاثير على او التاثير على الذي استلم تلك البيانات او تلك التقارير اللي طلعت بعد التحليل الشامل اللي احنا مرينا عليه الان. بنكون خلصنا الفيديو رقم 2، وبنقدر نقول انه معلش اللي بده يكون صبور معي اهلا وسهلا، ما بده يكون صبور معي يعني في مواقع اخرى، فيديوهات اخرى كذا بيمكن يقدروا عليها، بس انا صدقوني وبالله العظيم اني ابذل جهد شديد جدا وقاسي جدا من اجل اني خاصه بهالشابترين هذول لانهم جداد علينا وعليكم، بحيث انه نوصل المعلومه ونقدر نجاوب الاسئله، وخاصه انه انا اطلعت على اسئله وبالتالي بناغم بالمعلومات بناء على وعندي زياده كمان، انا بعطي معلومات واسعه جدا بحيث انه الفيديو مهما كان بعد سنه سنتين ثلاث يظل قابل للمشاهده، لانه انا بجيب معلومات جدا ديتيلد وفيري ديتيلد وبفترض انها مفيده، صح في شويه وقت بدك تضحي فيه، لكن انا بعتبر حالي من جوا مش مقصر، وزي ما بقولوا بيني وبينكم الله ويشهد على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.